مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بصحبة جديد. اكيد بالبدايه بدي اعايد كل اللبنانيين ونقول المسيح قام، حقا قام. ثاني شيء بدي اقول ثانك يو لبرونا، اخذت عني سحوبات اللوتو بغيابي واشتقت لللوتو. بيناتنا ما زعلت انه ما انربحت الجائزه، انبسطت انه ما انربحت، وان شاء الله اليوم يا رب تنربح المرتبه الاولى. عم نحكي بالسحب رقم 1401 ليوم الثلاثاء 3/5/2016 لجائزه قيمتها تعدت المليون دولار. جائزة تحديداً 1,574,493,066 ليرة لبنانية. هيدي الجائزة الكبيرة والحلوة، بنتمنى أنها تنربح اليوم. في قبالها جائزة تانية، إذا الواحد ما صاب الست أرقام يكون في عنده طابق إضافية عم بتخلصه وعم تعطيه احتمال أنه يربح المرتبة التانية يلي قيمتها لليوم بتكون حوالي 100 مليون، لأنه الهيئة انربحت المرة الماضية. سو عم نحكي عن جائزة جديدة ما في عليها تراكم. اما بالنسبه لزيد كمان هالجائزه جديده، عم نحكي عن جائزه قيمتها فوق 33 مليون ليره بالسحب رقم 1401، كان طالع بالي يكون بالسحب رقم 1400. اكيد بدي اقول بونسوار لمدام تيريز مسلم مندوبه وزاره الماليه وعضو لجنه الرقابه على اعمال وسحوبات اللوتو اللبناني. اهلا وسهلا فيك تيريز. اهلا وسهلا فيك سنة. ان شاء الله اليوم هالجائزه الكبيره تنربح نهارها العيد. طبعا نحن بدنا نقول انه الثلاثه اليوم عم نطلع عليكم استثنائيا، لانه امبارح ما كان في عنا سحب لانه لاندي باك يعني تنين العيد. فاليوم رح ننتقل مباشرة إلى مكنة اللوتو اللبناني مع سحب جديد. هيدي المكنة مع 42 طابق، منبلش مباشرة مع أول رقم. الطابة الأولى رقم 28 من الطابات الست الأساسيات، فانتويت. الطابة الثانية 11 28 11 32، فانتويت، 11 32 30، الطابة الخامسة رقم 15 11 و15 30 و32، والطابة الخامسة رقم 28. بما عنا بعد طابة واحدة أساسية وهي الطابة السادسة رح تحمل الرقم 21. شو حلوين الطابات، طابتين بالعشرينات، طابتين بالثلاثينات، طابتين بالعشرات. أما الطابة الأخيرة فبتحمل الرقم، الطابة الإضافية رقم 6. وهيك بيكونوا اكتملوا الطابات السبعة باللوتو. عم نشوفهم كمان وراي، أو رح نشوفهم وراي على الشاشة، ولا ما رح نشوفهم؟ رح نشوفهم. مبينين دخلت بول؟ عندي مش كثير. بقول. خلينا على كل حال ننتقل هلا، بنرجع بنعدكم اياهم اكيد بعد البريك اللي ما لحقهم مع مدام تيريز مسلم، بنرجع بنعيدهم وبتشوفون قدامكم على الشاشه. رح ننتقل هلا الى لعبه زيت. مع زيد طبعا نفس رقم السحب 1401، عم نحكي عن خمس ارقام بيربحوكم الجائزه اللي قيمتها 33 مليون ليره. اول طابه تحمل الرقم 6. الطابة الثانية رقم 5. الطابة الثالثة 1 6 5 1 كمان 1، والطابة الأخيرة بيزيد رقمها 9 لكن 91,156 أو 9 1 1 5 6. طابات اللوتو وطابات زيد شفناهم قدامنا على الشاشة، بيبقى نعرف إذا في رابحين أو رح يتأجل لنهار الخميس الربح والجوائز الكبيرة اللي عادة بننطرها. بعد البريك بنرجع مع نتيجة انطرونا.
7.5. حك الورق اللي قدامك، جمع بورقك مجموعة بيتراوح بين 5 و7.5، وارباح جايزة بتوصل ل 12 مليون ليرة. 7.5 لعبة حك، تباع في جميع نقاط بيع لليبانيز دي جو. في حد البيت دي ماركت بيفهم علي. معلم إبراهيم بعت لي علبة بازيلا، واحد رب، علبتين تون وعلبة شامبينيون. ودغري بيبعت لي ماكسيمز. وكل أول شهر بالسوبر ماركت إيدي بتمتد على ماكسيمز. سلاد فروي، توست، كاتشب، هات دوكس، رز، دغري ماكسيمز. يا عمي معقولة؟ ماكسيمز أكثر من 360 صنف؟ هلا فهمت ليه ماكسيمز الأول بكتير بلدان وبلبنان كمان. ماكسيمز عنده ياكي بالدنيا. شو عبالي؟ ماكسيموم ماكسيموم رهوة، مع كل اثنين عماتوري شاور جل 750 مليلتر هدية. جربتي أريل جل المركز الجديد؟ لا لأنه جل وفيد بالنسبة لإلي. خلينا نشوف بتحدي القنينة الوحدة. أنينة من الجل المخفف وأنينة من أريل الجل المركز، مين بيغسل أكتر ومين بيوفر عن جد؟ هيدا شو؟ الجل المخفف خلص بس أريل الجل بعده مكمل. أنينة وحدة من أريل المركز بتدوم قد أنينة ونص من الجل المخفف. أريل مش بس بينظف أحسن كمان بيغسل أكتر. هيدا توفير، رح غير لأريل. أريل أفضل جل لإزالة البقع ومن غسلة وحدة. شاكيرا بتقدم كريست 3D وايت ديلوكس، ولو ما كنت تحت الأضواء ممكن تجيك الفرصة بأي لحظة، لهيك سلمي ضحكتك لـ 3D وايت ديلوكس. بيزيل حتى 90% من البقع وبيساعد على منع تكوينها من جديد، لأن ما في شي بيخطف الأضواء قد ابتسامة الـ 3D وايت. كريست 3D وايت ديلوكس، مع ابتسامة بيضة الحياة بتضحك لك. كريم ما تنسى الباربيكيو، جبت ال توفيق لحمة تكون فيليه. ايه شو جديد عيلة آدم؟ أنينة فيري رح تخلص، بجيب لك السائل اللي بستعمله؟ ما في لزوم، فيري بيجلي مرتين وأكتر من أي سائل تاني، حتى نقطة واحدة من فيري بتأدي لجل كتير من صحون لكل دهون. فيري بيجلي مرتين وأكتر، فيري بيجلي مرتين وأكتر من أي سائل تاني، لأنه شعرك وفروة راسك الحساسة بحاجة لحماية وتغذية خاصة. جارنيه بتقدم لك أكتر من شامبو، بتقدم لك إلترادو نعومة الشوفان. كل نعومة إلترادو بتركيبة ملطفة بتعتني بشعرك، حليب الشوفان بلطف فروة راسك الحساسة، كريم الرز بيرطب لك شعرك وبيقدم له الحماية الضرورية. مع شامبو إلترادو الجديد استعيد الإحساس بالراحة لشعر ناعم صحي وكله لمعان. إلترادو نعومة الشوفان جارنيه. ستار كافيه، مش كل قهوة ستار. مين في هون؟ هيدي أنا. كيفك نقصتيني، شو عم تعملي هون؟ عم بنشر غسيلاتي. ليش في أحلى من ريحة الفل؟ شو رأيي؟ رأيي صار بدك شوية شطارة. بونيوكس بعلبته الجديدة بيقدم لك نظافة وريحة حلوة وخفيفة على الجيبة. والله مزبوط. خليني أنا خبرها عن الشطارة. Pour vos vacances cet été, réservez dès maintenant votre voyage avec Nakhal et profitez des prix les plus bas. Pour Mykonos, Santorini, Rhodes et Chania en Grèce, Paphos à Chypre, Bodrum, Dalaman, Antalya, Alanya, Adana, Izmir et Istanbul en Turquie, ainsi que Sharm el Sheikh en Égypte. Avec Nakhal, vos voyages sont plus faciles et moins coûteux. Nakhal Sami Salah 01-389-389, Jounier La Cité 09-938-939 ou nakhalonline.com. What if your next phone could take photos like a pro? And how about a memory you can expand to store all your pictures and stuff? And what if it worked in this weather? في إنه لتر واحد من دون المركز بيغسل نفس الكمية اللي بتغسلها 3 لتر من دون العادي؟ غطا صغير من دون المركز مركز 3 مرات أكتر من غطا واحد من دون العادي، وكمان مع دون المركز بتوفري حتى 5% بكل غسلة. داوني، تغيير جزء أساسي بحياتنا، بس التغيير بده ثقة. غيري لأولويز ألترا الرفيعة اللي بعكس الفوط القطنية من الداخل بتحول السائل لجل وبتحبسه فيها لحماية حتى 100% من التفرغ. نفس الحماية من أولويز متوفرة بفوط قطنية الملمس تم اختبارها على البشرة. لاختبار جيلات ماك 3 توربو عرضنا وجه ليونيل ميسي لأقصى الظروف.
لنثبت أن ضغط شفرات ماك 3 توربو أقل 50% من ماكينة ذات استعمال واحد لحلاقة أنعم وحساسية بشرة أقل مهما كانت الظروف التي تواجهها. جيلت، ما يستحقه الرجال. شعرك قوي كفاية ليتحدى هيدا وهيدا وهيدا؟ أكيد إذا كان قوي من جوا، بانتين بروفيل جديد بيعطيك هالشي، على عكس بعض الحلول السطحية. بانتين بروفيل جديد بيتغلغل لعمق الشعر وبيعالجه وبيخليه صحي مفعم بالقوة واللمعان. بانتين. مش كل فراش الأسنان مثل بعضها، لأنها مصممة بمساعدة أطباء الأسنان. فرشية أورال بي بتنظف سنانكم بفعالية أكتر بفضل شعيراتها المتعاكسة بالزوايا المدروسة، ولهيك مش كل فراش الأسنان مثل بعضها. أورال بي بتضمن مستوى نظافة أفضل للأسنان. بنصيحة نقابة أطباء الأسنان في لبنان. Said that time heals all wounds. I don't waste time healing. I thirst for life. I make no apologies and no excuses. I say what I feel, feel what I say, rising to the challenge. If I fall, it's the gravity of the heart. One of the hardest lessons I've learned is to make a life, not a living. Anyone can die. But few have the courage to live. Some mistakes are too fun to make only once. They're often the best memories. Label 5. Live your way. تلعب 7.5؟ حك الورق اللي قدامك، جمع بورقك مجموعة بيتراوح بين 5 و7.5 وارباح جايزة بتوصل ل 12 مليون ليرة. 7.5 لعبة حك تباع في جميع نقاط بيع على ليبانيز دي جو. نرجع معكم لحتى نتابع اللوتو اللبناني مباشرة على الهواء. طبعا الطابات كانت حلوة لناس ومش على ناس، ما بنعرف مين ربح، ما بنعرف مين خسر، ما بنعرف إذا الجائزة الأولى اللي قيمتها مليون دولار ربحت أو ما ربحت. مع ست راز رح نتأكد من أرقام الطابات لكل اللي ما قدروا يتابعونا من بداية حلقتنا لليوم. تفضلي ست راز. اليوم الثلاثة 3 أيار 2016، صاحب لوتو رقم 1401. طابات الست الأساسية هن 28 11 32 30 15 21 و6، يلي هي الطابة الإضافية. هودي هن الطابات، شكرا لك. بيبقى عنا النتيجة، هل انربحت الجائزة ولا ما انربحت الجائزة؟ وبدنا ننطر لنهار الخميس. لا مرتبة أولى للأسف ولا مرتبة تانية عم تتراكم الجائزة، وإذا اليوم كانت مليون دولار أكيد نهار الخميس مفروض تكون حوالي 1.7 مليار ليرة.
بالمرتبة الثالثة عندنا ربح ل 27 شبكة، كل واحدة بتربح أكثر من 2,150,000 ليرة. 50,000 ليرة أو 50,000 ليرة إيه بيربحوها أكثر من 1,147 شبكة، أما 17,396 شبكة بيربحوا 8,000 ليرة. مش غلط إذا ما انربحت الجائزة الأولى، الغلط إنكم ما تجربوا حظكم مع اللوتو اللبناني. رح نرجع نتأكد من أرقام زيد قبل ما نشوف النتيجة، تفضلي ترقص. صاحب زيد 1,401 تاريخ 3 أيار 2016، الرقم الرابح هو 91,156. أوكي، هالرقم بيربحنا الجائزة الكبرى اللي قيمتها 33 مليون أو لا؟ تابلو. أولى انربحت، ثلاث أشخاص ربحوها، ألف مبروك، 11 مليون لكل شبكة، ألف مبروك. لا طبعاً لصاحب الورقة 911-56 وهلأ منشوف من وين الورقة بتنتهي بالرقم 1156 بتربح 450,000، 156-45,000، 56-4,000 ليرة. أوكي، خلينا نقول إنه بيزيد إذا انربحت من ثلاث محلات. أول محل، ليه ما بيعرفوا؟ ليه ما لحقوا؟ ليه ما بتعرف؟ أنت المخرج. بما أنه بالرجيء ما حدا عارف شيء، رح نروح مع ست راسة نشوف نهار الخميس قديش كانت قديش رح تصير الجائزة. مرتبة أولى فوق 1,700,000,000 لوتو. نعم. ثانية فوق 150,000,000. حلوة. زيد. نعم. سبيسيال 75,000,000. مع أنه انربحت اليوم. نعم. سبيسيال. بس فيها عليها لعب، خي شو حلو. عم نحكي عن جوائز حرزانة ما بتنربح إلا باللوتو اللبناني. وحتى تربحوا باللوتو اللبناني بدكم تلعبوا لوتو لبناني، يا تلعبوا على السيلولير على 1020، تبعتوا مساج في ست طابات في ست ارقام وان شاء الله بينزلوا الطابات الارقام اللي انتم ناقيينها، هالطابات فيكم تبعتوا تحطوا كيو بي بينزلوا الطابات لحالهم، بينزلوا الارقام لحالهم بيجيكم مساج، يا بتحطوا انتم الارقام وبدكم تتركوا سبيس بين رقم ورقم. ما تنسوا تلعبوا دائما مع اللوتو، اذا ما لحقتوا تلعبوا فيكم تفوتوا على www.playlebanon.com وتلعبوا 6 ارقام، 7 ارقام، 8 ارقام، 9 ارقام، 10 ارقام، 11 رقم و12 رقم، وساعتها شوفوا قديش امكانيه الربح رح بتزيد. اكيد فيكم تلعبوا من حيالله باعه يا نصيب الوطن الموجودين بلبنان على الطرقات وتشتروا ورقة لوتو، فيكن كمان تفوتوا على حيالله مكتب أكثر من 1,000 مكان موزعة بكل المناطق اللبنانية لحتى تلعبوا لوتو، يعني ما عندكم أبدا حجة، عندكم كذا وسيلة لحتى تلعبوا لوتو، الخيار إلكن، بدكن تربحوا؟ لعبوا لوتو، ما بدكن تربحوا؟ تفرجوا علينا والعبوا لوتو. ميرسي لك ست تريز، موعدنا إذا الله راد بيتجدد نهار الخميس، برجع بعيد مرة جديدة كل المشاهدين وبنعطيكم موعد إذا الله راد 7:15 خميس اللي جاي. العمال اللبناني؟ ايه؟ بديش فيش اللبناني عم يشتغل؟ يلا عيد تاني اذا شل السيارة مسكر علي. اذا تلقى كتير تلقى. عم صور حالي قد ايه مبسوط بالحلقة. واو. معقول انت يا بيي اني بروح، انت بتيجي اني بروح، انت فين والحب فين؟